مساء الخير سيدتي. إذن بعد تسجيل بؤرة سجنية خلال الأيام الماضية بورزازات والمجهودات المتواصلة لمحاصرتها، كيفاش دايره الحالة الوبائية اليوم بجهة رعاتة فيلالت؟ أولا قبل كل شيء كنحيي من هذا المنبر جميع المتدخلين من أجل الحد من انتشار هذا المرض داخل جهاد العتفيلات بالخصوص وعلى الصعيد الوطني من سلطات جهوية وإقليمية وكذلك مختلف الأطر الصحية المجندة والتي توجد في الصفوف الأمامية من داخل العتفيلات في بعض الأماكن. الحمد لله اللي تبدلت واحد مجموعة من الجهودات من أجل الحد من انتشار دياله، كمثال على مستوى الريش، يعني بعدما تم ظهور يعني بؤرة لهذا المرض تم تجنيد جميع السلطات الإقليمية والأمنية وكذلك السلطات الصحية من أجل الحد من انتشار هذا المرض، والحمد لله الحالي حاليا بأن هذه الحالة تم التحكم فيها. فيما يخص عدد الحالات المسجلة داخل جهات العتافيلات تبلغ حاليا 535 حالة موزعة على 5 أقاليم. فيما يخص إقليم ورزازات إلى حد الآن تم تسجيل 468 حالة. على مستوى إقليم ميدلت تم تسجيل 47 حالة، نصف ديال هذه الحالات تمثلت للشفاء. وعلى مستوى إقليم زاغورا تم تسجيل 13 حالة، ثلث هذه الحالات تمثلت للشفاء. وعلى مستوى تنغير تم تسجيل حالتين، نصف هذه الحالات تم تمثلها للشفاء. وقد بلغ عدد الحالات التي تمثلت للشفاء 39 حالة. أما فيما يخص يعني الإجراءات المتخذة فإنه على مستوى جميع الأقاليم هناك لجان يقظة تحت رئاسة السيدة عمال ووالي جهاد درع التفيلات التي تتتبع يوميا وعن كتب ليل نهار تطور الحالة الوبائية وكذلك يعني العمل على الحد من انتشار هذا العمل، وذلك بالبحث عن المخالطين للأشخاص الذين يتم اكتشافهم. والحمد لله حاليا يعني ما تم تحديد أكبر عدد مهم من المخالطين الأشخاص الذين كانوا يحملون الفيروس وتم وضعهم في أماكن الحجر الطبي تحت المراقبة الطبية والصحية من أجل الكشف عن الحالة المرضية. كذلك فيما يخص الحالة الحالية التي توجد داخل مختلف الوحدات الصحية في الأغلبية الساحقة منها تتمتع بصحة جيدة وتحت إشراف أطقم صحية وتتلقى الأدوية الضرورية والمتواجدة بكثرة وبوفرة في مختلف الوحدات الاستشفائية. وكذلك جميع الوحدات الاستشفائية تتوفر على الوسائل الوقائية التي هي أساسية في هذه المرحلة. سيد سلمي، بالإضافة للمجهودات اللي ذكرتي، مجهودات أخرى كتعزز بها الجهة في إطار التجهيزات الجديدة اللي هي تجهيزات مخبرية وطبية وأطر صحية من أطباء وممرضين، شنو الأثر المرتقب على هذه التعزيزات على مستوى التحاليل المخبرية وتتبع حالات الإصابة بالإضافة إلى المخالطين؟ أولا قبل كل شيء فيما يخص الوحدات الاستشفائية تم حاليا خلق وحدة جديدة داخل إقليم ورزازات التي يمكن توسيعها إلى أن تصل إلى 20 سرير، وإن شاء الله يعني سيتم استقبال لا قدر الله إذا كانت هناك حالة داخل الوحدة لكل من إقليم ورزازات وإقليم زاغورا وكذلك إقليم جزء من إقليم تنغير، والتي تم تجهيزها بمعدات يعني رفيعة المستوى، وكذلك تم استقدام أطباء داخل المستشفى الجامعي مراكش من أجل دعم الأطر الصحية التي تعمل داخل هذه الوحدة. أما فيما يخص المختبرات، هناك مختبرين، هناك مختبر تابع للقوات المسلحة الملكية الذي بدأ هذه الليلة في الاشتغال من أجل دراسة أولى العينات التي تم جمعها اليوم، وستستمر خدماته طوال هذه المرحلة. وهناك كذلك مختبر ثاني سوف يتم تشغيله قريبا جدا ل
كي نتمكن يعني من أجل إجراء تحليلات خصوصا الأشخاص المخالطين وكذلك الأشخاص المشكوك في إصابتهم بهذا المرض. الهدف دياله هو تقريب الخدمة وكذلك التوصل بالنتائج في أقرب ممكن لكي يسهل تدخل مختلف الأطر الصحية في عملية تكفل بهؤلاء المرضى. شكرا جزيلا لك سيد خالد سلمي المدير الجهوي للصحة بجهة رعاة.